وهنا غالبا انت بتلجأ للاكسبيرينس اللي عندك او قراءاتك عن السيستم. زي كده اي واحد بيألف قصيدة لازم يكون قرأ شعر، اي واحد بيألف كتاب في الغالب بيكون قارئ كويس لكتب تانية. فاحنا لما بنيجي مثلا في كورسات الديزاين او حاجة، ما ينفعش نيجي يقول لك ايه، بص انت بقى ألف لنا فكرة، احنا عايزين الابداع. لا، ما هو انت عشان تبدع لازم تكون فاهم تستفيد بخبرات الاخرين، فلازم تتفرج على ديزاينز كتير، وبعدين انت بقى تحط الفكره بتاعتك. في الغالب انت بتعمل ايه؟ انت بتقول تشوف فكره عند حد وبتطور عليها، او بتاخد خطوه بتشوف مثلا والله السيستم ده فيه عيب كذا، طب انا مثلا بدل ما هو سرعه واحده انا عايز اعمله مالتي سبيدز مثلا، وات ايفر. لكن نادرا لما بتبدا من الصفر، انت في الغالب بتبدا بناء على الخلفيات الاخرين. وات ايفر بقى انت جبت الكلام ده ازاي، المهم ان انت لازم في الاخر هتحط كونسبشوال ديزاين، يعني هتحط فكره معينه تحقق الايه السبيسيفيكيشنز المطلوب. اللي طبعا السبيسيفيكيشنز دي انت جبتها منين؟ جبتها بناء على الاحتياج او النيد اللي عندك، تمام؟ طيب بعد كده هتبدأ تحط ماثيماتيكال موديل، وهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه. انا اقول مثلا ايه، والله اقول ان العربيه دي كتلتها كذا، ف بس انت في الاول بتحط حاجه مبدئيه مخالفه كتير للواقع اللي انت هتوصل له. يعني هل انت دلوقتي راجل بتصمم عربيه سباق زي الناس اللي بيدخلوا مثلا ايه سباقات الفورمولا 1 ولا مش عارف ايه؟ هو انت وانت بتبدا تصمم عربيه هل انت عارف كتلتها كام؟ هل انت حطيت لسه الاير داينامكس بتاعها كام؟ انت لسه ما انتش عارف حاجه. هتحط الديزاين بتاع البادي ولسه عايز تختار الانجن وتختار الجير بوكس وتختار مش عارف ايه وايه وايه وايه، تفاصيل كتير قوي. انا مش هقدر ابدا بماثيماتيكال موديل في كل التفاصيل لاني ما اعرفهاش ببساطه. ولو عملت assumption لكل الكلام ده هيبقى هجايس، وانا ما ينفعش يعني مش معقول حاضر في كل ده. لكن في الاول بنقول ايه، احنا بنعمل ماثيماتيكال موديل بسيط بنهمل فيه حاجات كتير. يعني انت ممكن تهمل مثلا الفريكشن بتاع الطريق دلوقتي، تقول والله هو الكونتريبيوشن بتاعه قليل، خلينا ايه ال 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 الطريق انا عايز ايه اهمل دلوقتي الفريكشن بتاع العجل ومش عارف ايه، خلينا بس نعتبر بس الاير داينامكس والاير. طيب يا ترى انا ما صممتش شكل العربيه لسه، هحط فاكتور مثلا بتاع الاير داينامكس بناء على العربيات المشابهه مبدئيا. فانا بعمل هنا ايه فيرست برينسيبل موديلر ماثيماتيكال موديل، يعني بعمل ماثيماتيكال موديل بس انا ببسطه شويه وبحط فيه بتعامل فيه مع الفيرست برنسبل. فبالتالي مثلا اقدر مثلا زي ما كنا مثلا بنحسب، لو انت فاكرين في كورس سيف ماشين عندي ميكانيزم فور بار ميكانيزم مثلا، وانا عايز اعرف المود، فانت مثلا افرض مثلا ان انتوا شايفين معايا صح؟ يا دكتور، بس هو كان الصوت النت قطع عند حضرتك لحظه كده. لا ما قطعش، بس هو انت الدنيا بتفصل، يعني ما ممكن يكون في اي حاجه في بتقطع او حاجه انا مش واخد بالي. المهم لكن انتوا شايفين الوايت بورد دلوقتي؟ شغال. طيب انت دلوقتي لما انت عندك سيستم مطلوب ان انت
تعمل له موديلنج زي ما كنت بقول لكم دلوقتي على مثال مثلا الفوبار ميكانيزم او السلايدر كرانك ميكانيزم. انا وانا عندي سلايدر كرانك ميكانيزم كده مثلا وادي البلوك بتاعك مثلا وادي الايه السلندر مش عارف. انت لسه بتصمم الميكانيزم ده. يعني ايه لسه بتصممه؟ يعني لسه ما تعرفش عنه حاجه، يعني ما تعرفش الماس بتاع الرود ده كام ولا الماس بتاع ده كام ولا اي حاجه. فانت في الحاله دي مثلا في الاول ممكن تقول ايه، والله انا هتعامل مع المساله كاستاتيك، يعني هقول بس البريشر او الفورس اللي هنا كام هقول الفورس اللي هنا كام وبناء على الكلام ده هطلع التورك اللي هنا كام، وبالتالي اقول ان انا محتاج الموتور اللي بالشكل الفلاني. هل التقدير ده صح؟ لا، هو انت تجاهلت حاجات كتير قوي. ولكن ما انا لازم ابدا، ما انا لازم بعد ما اطلع قيمه الفورس اللي هنا اطلع الرياكشن اللي فرود. لما اطلع الرياكشن اللي فرود هقدر اعمل له ديزاين، فلما اعمل له ديزاين اقدر اعرف كتلته. لما تعرف الماس بتاعته قد ايه ساعتها يحق ليك تدخل الانيرشيا افكت مثلا، ممكن حاجه زي كده اهملها او احطها بارقام افتراضيه غير واقعيه ما اعرفهاش، بس مجرد هجيب ارقام قريبه بناء على تصوري ان هو غالبا هيطلع رد في حدود مثلا طوله 10 سنتي مش عارف الثيكنس كذا بالتقريب. هل هو ده الديزاين؟ لا، بس انا لازم يكون عندي something to start with. تمام، وبعدين هنقل، يعني بعدين انا هغير تاني الكلام ده كل مره وانا شغال قدام في الماضي. فانا ممكن بحسبه باور بسيطه اقدر الدنيا رايحه فين. تمام، وبالتالي زي ما مثلا ما في الفلو تشارت دي باين اقدر اعمل سيلكشن للسنسورز والاكتويترز. يعني الاكتويترز هنا مطلوب بيها الحاجات الدرايفز او الحاجات اللي هتحرك السيستم. بعد ما تختارها هتقدر تعيد تاني الماثيماتيكال موديل، تابديت بقى الماثيماتيكال موديل. معنى مثلا لما اقول ان عندي موتور او عندي انجن، طب المواصفات بتاعتها او جسم الموتور نفسه ككتله ما هيدخل عندي في السيستم. الموتور ليه الكلام ده ما بيحصلش خبطه واحده بقى كده، بيفضل يلف في لوب. واضح يا دكتور؟ طيب جميل. طبعا ده اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه بالتفصيل. هنا اللي بيتم، انت عندك فيزيكال سيستم، بتحط فيزيكال موديل، بتعمل له ماثيماتيكال موديل، بتبدا تو بريدكت البيهيفير بتاعه الايه البريدكشن الديناميك ايه التعبيرين دول، يعني ايه موديلنج يعني ايه سيميليشن وليه بيتحطوا مع بعض او دايما بيقارنوا ببعض. هو الموديلنج ببساطه زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي المفروض تكونوا يعني بقى واضح بالنسبه لكم. الموديلنج بتعني يعني ازاي انا هحط مجموعه من المعادلات بتعبر عن او بتسيميليت الفيزيكال
ما بين الحاجات المختلفة وبين عليها صيغة المعادلة دي. لكن أنا لغاية دلوقتي ما طلعتش سوليوشن، ما طلعتش حاجة، تمام؟ فده اللي بنسميه الموديل. السيميليشن هي طريقة للحل، ان انا احل بقى المعادله دي. طبعا في الحل زي ما قلتوا ان انا اطلع اكسبلس فورم، ان انا اقول كذا بيساوي خمسة كذا، واطلع علاقه رياضيه بتربط ما بين الايه الانبوت والاوتبوت بتاع السيستم. لكن في كتير من الاحيان احنا بنلجا ليه ما يسمى بالسيميليشن، ان انا احط المعادلات دي وابدا اجرب ادخل انبوت. يعني مثلا برضو عشان الدنيا تبقى واضحه، احنا هنا دايما بنركز على دايناميك سيستمز، يعني السيستمز ما بتديش ريسبونس بشكل مفاجئ. يعني هو دلوقتي انت لما تجيب عربيه وتقول انك عايز تمشي بيها، وانت اول ما تحط رجلك على دواسه البنزين العربيه هتنطلق بسرعه 100 كيلومتر في الساعه؟ الاضاءه بتزيد من صفر لغايه قيمه الاضاءه الموجوده في الاوضه؟ لا. اللي بيحصل ان الاضاءه بتبدا تزيد جرادولي، اللمبه بيبدا يحصل في الترانس بقى والستارت تبدا لغايه لما تقيد، وبعدين يبدا يحصل زياده في الايه الاميشن بتاعها لغايه لما توصل لدرجه الاضاءه الستيدي ستيت. فاذا الريسبونس نفسه ليه وقت، في حاجات بتاخد وقت على ما تدي ريسبونس اللي انت عايزه. ولذلك السيميليشن هنا بيوريني بقى شكل الكلام ده، بدل ما اشوف الكلام ده. طبعا انا ممكن اعمل الكلام ده واطلع له معادلات، هيطلع لك معادله توصف زياده الاضاءه، شده الاضاءه فانكشن مع التايم. لكن في طريقه ثانيه، ان انا ببدا احط الكلام ده كانبوت وابدا اشوف الاوتبوت بيتغير ازاي واحده واحده، وابقى متابع الايه باني كاني باخد قيم الفاليوز دي واعوض بيها في المعادله واطلع الاوتبوت، وابدا ارسم الكيرف ده. تلاقي زي ما نستعين ببعض او كتير من السوفت وير زي السيميلينك او اللاب فيو تو بيلد الايه السيميليشن بتاع السيستم. طيب يبقى الاجابه على السؤال ده انه الموديل بيبقى الهدف منه او عمليه الموديلنج ان انا اعمل ريبريزنتيشن للفيزيكال سيستم من خلال الموديل بقى. فالموديل هو الديسكريبشن اللي انت بتكتبه للسيستم ده. طبعا انت بتعتمد هنا على الفيزيكال لوز اللي انت تقدر تتعامل معاها، فعشان كده ما بتاخدش الفيزيكال سيستم تماما، بتحاول تبسطه عشان تقدر تتعامل معاها بشكل ابسط، وبتحاول قدر الامكان تسيميليت الحاجه. لو ماتيريال مثلا عايز تحط الدنس تحط الدنس دي، لو ال ال الحاجه تبقى قريبه من البيهيفير بتاعك لازم تراعي الكومبيتيشن. هل عمليه الوقت هتحسب الكلام ده في وقت قد ايه؟ لان في انا ممكن اعمل موديل معقد جدا ياخد حساب وقت، في مودلز بتعمل راننج على الكمبيوتر شهور عشان توصل للنتيجه. فالكوميونيكيشن ده هيكون نتيجته انك الموديل نفسه ياخد وقت طويل في الحل. عشان كده احنا دايما بنعمل سمبليفيكيشن، ولكن لازم تعمل سمبليفيكيشن لا يخل بالايه بالاداء. فانت دايما وانت بتتنقل من الفيزيكال سيستم للفيزيكال موديل، الفيزيكال سيستم ده السيستم الحقيقي. بالمناسبه احنا مش دايما بنعمل موديلنج سيستم احنا هنعمل له ديزاين، احنا ممكن نعمل موديلنج سيستم موجود. يعني انا جبت منظومه وشاريها وشغاله وكل حاجه، في مشكله بقى حصلت او عايز اعمل موديفيكيشن فيه، عايز مثلا اغير شويه في الامبليفاير الراكب او مش عاجبني مش عارف كده. فرقم واحد انا همسك اسيميوليت البرفورمانس واكتب شويه معادلات تعبر عن السيستم الموجود، وابدا اشوف طب هو انا لو غيرت الكلاتش ده، هو انا لو غيرت الجير بوكس ده، بدل ما نحط الجير بوكس اللي مش عارف اللي بالشكل الفلاني حطينا الجير بوكس الستبترونيك الفلاني، يا ترى اداء العربيه هيتحسن ولا لا؟ فاذا انا مش دايما ببدا من حاجه مش موجوده. الفيزيكال سيستم هو بيعبر عن الحاجه الفعليه، اما الفيزيكال موديل هو الحاجه اللي احنا هنكتبها في الورقه ايماجينري مش موجوده، ده ما بيبقاش موجود، ولكن دي الحاجه اللي انا ايه هتخيل اني هتعامل معاها. فانا وانا بشتغل فيما بعد في الموديلنج هتعامل مع الفيزيكال موديل وكانه بيعبر عن الفيزيكال سيستم، لكن هو طبعا زي ما اتفقنا بيكون اقل في
في التعبير ببعض الحاجات، ان هو بيبقى ابسط اسهل في انك تعمل له حسابات. طبعا لو انت تجاوزت وبسطت المساله قوي هتبقى زي وتبقى انت ما عملتش حاجه. فانت دايما انت بتبقى محتار ما بين التوث موديل وما بين الديزاين موديل. التوث موديل ده اللي بيلجا ليه او اللي بيحاولوا الساينتست ان هم يحققوه، انه يجيب الموديل اللي فعلا بيوصف اللي بيحصل بالظبط تمام. لكن احنا هنا ما بنبقاش مهتمين بيه على قد الا على قد الحاجه. يعني انا بفضل كل شويه احاول ابسط الموديل عشان الحل يبقى سهل، لما احس انه ما بقاش معبر ارجع اعقده شويه. فانا بختار هنا اقف فين عن انهي ليفل. الديزاين موديل بالنسبه لي هو الحاجه المناسبه اللي انا اقف عندها، بس بشرط ان لازم تكون محققه الموضوع. لو انا تجاوزت شويه وخليتها اسهل من اللازم هتلاقيها فيها مشكله، يعني ما بقاش الموديل بيعبر عن السيستم. ولو عقدتها افرض واحد بقى راجل ايه دقيق جدا ماشي، بس كله بتمنه التعقيد اللي بتعمله ده هيخلي الموديل بتاعك حله صعب، ف هينقلب عليك بعد كده في ان انت تعمل السوليوشن بتاعه ازاي. فاحنا دايما ما بنحاولش نخليه تو كومبليكيتد الا لو انا مهتم بدقه النتيجه وخلاص. انا عايز فعلا راجل مثلا بيحط نظريه جديده في الميكانكس، ده راجل مش مهتم دلوقتي بانه يخلص بسرعه، هو مهتم بايه؟ بانه يطلع حاجه دقيقه فعلا بتوصل. لكن الراجل اللي بيعمل ديزاين العربية عايز يبيعها السنة الجاية، هو مش مستعد يقعد سنتين بيحسب، هو لازم يخلص عشان ينزل موديل 2021، ولأن المنافسين شغالين وانت شغال. فإذا فيه فهو لو في ار 1% مش مشكلة، خلاص هينجلكت الار ده بالنسبة له اتس اوكي تمام. طيب في السيستم موديلز بنتعرض لحاجة بنسميها distributed parameter systems أو lumped parameter system. ما عارفش انتوا شايفين كويس؟ يا دكتور شايفين. ايه الفرق بين الـ distributed parameters والـ lumped parameter systems؟ ايه المقصود بالكلام؟ يعني انا حاول بس اقرب لكم الموضوع شويه عشان تفهموا الفكره. فاكرين احنا لما يكون عندنا رد مثلا وبيتحرك، الرد ده ليه distributed mass. لما اجي اتعامل معاه المفروض اتعامل معاه ازاي؟ اخد الانيرشيا بتاع السيستم في الانجلر اكسلريشن، او اخد مش عارف ال بلس الموشن بتاعت السي جي والكلام. لكن احنا كنا ساعات نقول ايه، طب ما انا ممكن ابص لده على انه تو كونسنتريتد ماسز تمام، فابسط المساله شويه. بعض السيستمز بتبقى طبيعتها لامبد ماسز، لامبد او كونسنتريتد ماس، وبعض السيستمز بتبقى بطبيعتها ديستريبيوتد. سواء الكلام ده في من ناحيه ال البوزيشن او حتى من ناحيه التايم، يعني في حاجات بتتحرك المسألة فيها بشكل distributed، بمعنى ان انا ممكن مثلا زي مثلا الماس متوزعة، الستيفنس distributed مش كل دي سوستة، طب ما هو العجل ليه سوستة، الرابر بتاع الكاوتشة فيه سوستة مش عارف. فانا ممكن يكون عندي حاجات الفيزيكال بارت distributed على المسار ككل تمام، وبالتالي هتبقى ساعتها الديفرنشال ايكويشن فيها فاريشن
مع التايم ومع البوزيشن، بنسميها تايم اند سبيشال فاريبلز. يعني عندك فاريبلز يعني بتتغير مع التايم وبتتغير كمان مع الايه، مع البوزيشن على حسب انت فين. اللامبد سيستمز بتبقى ابسط لان هي ما بيكونش فيها الديستريبيوشن ده، انا عندي الماس في الحته دي والحته دي وخلاص. فطبعا ده بيبقى اسهل وابسط، لكن مش دايما السيستم بيكون كده. احيانا بيكون السيستم ديستريبيوتد واحنا بنعمل له ابروكسيميشن از لامبد ماسز للتبسيط، وده غالبا ما بيكون على حساب الدقه. يعني الديستريبيوتد موديل هيبقى ادق بس اعقد في الحل. لكن في سيستم ساعات ما ينفعش طبيعتها، يبقى لو عملت لها ابروكسيميشن كلامبد ماس يبقى انت هتحصل على نتيجه مغايره جامد. فاحنا لو بنبص بنقارن ما بين الاثنين فهنقال الاثنين دايما الديستريبيوتد حله اصعب او مستوى التعقيد فيه اكتر، وطبيعه الديفرنشال ايكويشنز بتاعته بتبقى بارشال ديفرنشال ايكويشن اللي بيبقى فيها التايم وبيبقى فيها الايه ال. ولذلك احنا كتير ممكن نلجا لحلها بالفاينايت اليمنت موديل او بالباوندري اليمنت ميثود، لانه التعامل معاها بشكل مباشر او اكزاكت ممكن يبقى صعب. لكن اللامبد بارامترز هتلاقي المساله بسيطه لانها مجرد اوردينري ديفرنشال ايكويشنز، فسهل ان انا ايه اتعامل معاها واطلع نيوميريكال سوليوشن من غير مشكله يعني. طيب احنا لو بنبص برضو على السيستمز اللي بنعملها موديلنج، ففي فارييتيز في السيستمز. احنا في الكورس برضو عشان تبقوا مركزين معانا احنا بنركز على السيستم اللي هو بنسميه الديناميك سيستم. هو الديناميك سيستم مقصود بيه الحاجه اللي بيحصل فيها تغير بالتايم. لكن انا لو بقول مثلا ماس محطوطه وفي ويت، الفورس بتاعت الويت هتعمل ديفليكشن وخلاص ومستقرين كده انتهى. انت كده بتتكلم على ستاتيك سيستم. لكن لو بتكلم على حاجه وهي بتعمل لودنج وبيحصل تغير في الفورس وبالتالي بيحصل تغير في الديفليكشن، بتكلم على حاجه فاريد او بتغير الريسبونس بتاعها مع التايم. والسيستم هنا الانبوت بيتغير مع التايم وبالتالي الاوت بيتغير مع التايم، وانا ببقى عايز اوجد شكل الاوت بيتغير ازاي مع تغير الانبوت اللي انا بدخله. ده بيبقى الاوبجكتيف الرئيسي ليا وانا بعمل الايه السيستم موديلنج. تمام. الديناميك سيستم نفسه بينقسم الى نوعين، التايم فارينج والتايم انفارينج. التايم فارينج يعني السيستم نفسه العلاقات الموجوده او البارامترز بتاعته في حاجات منها بتتغير مع التايم. يعني مثلا انا بتكلم على كثافه الهواء، ممكن تكون كثافه الهواء ثابته او ممكن تكون بتتغير نتيجه تغير درجه الحراره. انا ممكن وانا بتعامل مع السيستم بتعامل على ان السراوندنج درجه حراره السراوندنج 25، بس لو انا بدرس حاجه وفيها تغير في البارامترز نفسها او العلاقه نفسها ممكن تتغير، فهنا بنسميه السيستم نفسه تايم فاري. واحنا ممكن نقسم برضه سيستمز للينير ونون لينير. لينير يعني الحاجه العلاقه ما بين البارامترز لينير بتقال لما يكون ديفرنشال ايكويشن عندك تسمح بحيث ان انا اقدر اطبق قاعده السوبر بوزيشن. يعني انا بدخل انبوت بيخرج اوت، طيب لو دخلت ضعف الانبوت يطلع ضعف الاوتبوت، اذا السيستم ده لينير. او لو دخلت انبوت الاولاني وطلعت الاوتبوت الاولاني، يعني اذا لو دخلت الانبوت الثاني وطلعت الاوتبوت الثاني انا ممكن اعمل سوبر بوزيشن، بحيث ان لو دخلت مجموعه تو انبوتس هيطلع عندي مجموعه اوتبوتس ومثله هو الاوت. ده بنسميه لينير سيستم. في سيستمز نون لينير يعني ما بتتبعش القاعده دي، لا ممكن يحصل تغير. يعني مثلا ممكن اعمل لودنج للسيستم بطريقه يختلف عن الريسبونس بتاعه عن لو عملت له لودنج بطريقه ثانيه. بمعنى لو انا بعمل مثلا تنشن لماتيريال مثلا، فانا المفروض لما اشدها يحصل الونجيشن بشكل معين. طيب لو المفروض لما اعمل ريليز اوصل نفس النقطه، لا لما بتعمل ريليز بترجع لنقطه مختلفه شويه نتيجه السبرينج باك مثلا. تمام.
ففي بعض الحاجات بتديك علاقات نون لينير او ديسكريت ستيت زي اللي موجود العلاقه مش كونتينوس لا بيحصل فيها سادن تشينج يمكن ده هنشوفه في الفريكشن مثلا او في بعض الحاجات اللي فيها ديسكريت اكشن تمام عندنا برضو في ديسكريت ستيت ممكن تبقى تايم دريفن يعني السامبلنج بالتايم او بالايفنت كل شويه بيحصل حاجه معينه وعلى اساسه يعني مثلا انت ممكن بتنقل نقله بالجيو بوكس من على الجيو الاولاني للجيو الثاني من الترس الاول للترس الثاني ساعتها انت عندك ايفنت معين بيحصل وبالتالي بيحصل تشينج في الايه السيستم وده ممكن برضو بعض الحاجات تبقى ديسمينستك سيستم او ممكن يبقى ستوكاستك سيستم ستوكاستك معناه ان هو مش محدد ممكن يبقى فيه عوامل فيها نوع من انواع الراندمنس يعني ما تقدرش تتوقع ايه السبب اللي ممكن يحصل مثلا هواء بيجي مثلا فممكن ده راندم مثلا ما عادوش اقول ان ليفل الهواء بقيمه معينه ولكن كل شويه بيتغير بشكل يعني في نوع شويه من الراندمنس برضو الاستوكاستيك دي ممكن تبقى حاجه كونتينوس مع تايم تغير بشكل كونتينوس او يبقى لها برضو ديسكريت زي اي حاجه ممكن تاخد الايه الديسكريت او الكونتينوس تايم تشينج سريعا كده انت بنقصد بالستاتيك سيستم اللي هي السيستمز اللي ما بتتغيرش مع الوقت يعني انت عندك مع الوقت مفيش تغير بحيث ان انا اقدر اقول ان ايه حصل تغير في اداء السيستم لا هو سيستم ثابت ما بيحصلش فيه اي تغير دخل الانبوت ده بيطلع الاوتبوت واي بمنتهى البساطه زي مثلا عندي مقاومه بتاعه كهرباء بحط فيها الايه الفولت بيطلع الكارنت علاقه ثابته لا تتغير طول الوقت طيب ممكن اشوف حاجات بقى فيها vibrations حاجات فيها مثلا magnetic fields وبيحصل variation للcurrent مع مثلا قطع الماجنتيك فيلد فانا قدام dynamics بيتغير ازاي اذا انا عندي تغير هيحصل في البريزنت فاليو depending على الهيستوري ايه المقصود بالكلام ده لما انا مثلا يكون عندي عربيه او ماس بتحركها زي الرسمه اللي عندك على اليمين دي انا ما يكون عندي عربيه زي دي وانت بتحركها كده اللي هيحصل دلوقتي ان مع زياده مع الحركه هيبقى في سوري مع الفوز هيبقى فيه اكسلريشن لكن الفلاستي نفسها هتعتمد على ايه الفي بتساوي ايه هتساوي الفي انيشيال بلس الدلتا تي مضروبه في الاكسلريشن اذا السيستم ده قيمه الفلاستي الحاليه تعتمد على قيمه الفلاستي من شويه من دلتا تي فهنا بنقول ان الـ present value تيت القديمة كمان اللي في الهيستوري تمام شوفوا الكلام ده مثلا في العربيات زي ما كنا بنقول دلوقتي او مثلا في دايرة زي دوائر الايه الكهرباء بتاعت الار سي سيركت هو انت اول ما هتفصل الفولت الكارنت هينزل للصفر ولا او الفولت اللي على الكاباستور هيبقى بصفر ولا في نوع من انواع الايه التغير اللي بيحصل مع الايه الوقت بناء على الهيستوري اللي موجود للسيستم يفضل كل شويه بيقل عن القيمه القديمه مثلا بس بريت معين على حسب الايه طبعا كنا بنتكلم في الفرق بين الديسكريت
الو، ما في حد بيكلمني؟ اتكلم على الفرق بين الديسكريت والكونتينوس. فالديسكريت هو اللي بيبقى فيه الفاليو بتاعت الانبوت او الاوتبوت وات ايفر بتتغير على ستابس، يعني عندي كل ثانيه في قرايه مثلا لو انا بتكلم على التايم، ما عنديش الفاريشن الكونتينوس. انا بغير مثلا سرعه بتاعت عربيه مثلا، يا اما على الاول يا الثاني يا الثالث يا الرابع، انا ماشي على دول، ما عنديش اي سرعه في النص. اما الكونتينوس فهو دي الايه، الحاجه الجنرال اللي هي بتتغير ستابلس كده زي ما بيقولوا. تمام. برضو اللينير والنان لينير اللي كلمتكم فيها، النان لينير لا يتبع السوبر بوزيشن، اما اللينير فهو يتبع الايه، السوبر بوزيشن. يعني ايه يتبع السوبر بوزيشن؟ يعني انا لو عندي السيستم ده وقلت لك انه لما دخل له يو 1 طلع منه واي 1، ولما دخل له يو 2 طلع منه واي 2، نفس السيستم، يبقى انا عندي الستيت او الحاله الثانيه اهي، وادي الحاله الاولى. سوبر بوزيشن بيقول انك لو انت عايز تعرف ايه اللي يحصل لما يدخل يو 1 زائد يو 2، ممكن تقول مباشره هيطلع يو 1 زائد يو 2. المقصود هنا السيستم ده بيدخل له انبوت بيطلع منه اوت، بيدخل له مثلا فورس وبيطلع منه ديسبليسمنت، اي حاجه، بيدخل له فولت وبيطلع كارنت. لو السيستم لينير هيبقى العلاقه ما بين الانبوتس المختلفه علاقه السوبر بوزيشن، بحيث ان لو جمعت الانبوتس اجمع برضه الاوتبوتس وابقى عرفت ريسبونس. الكلام ده هينطبق امتى؟ لما يكون السيستم قدامنا لينير. النان لينير ما ينطبقش في الكلام ده. يعني انا ممكن اجي مثلا بزود اللود على حاجه، ابص الاقي الاداء اختلف، مش الضعف، لا في حاجه مختلفه. فانا قدام نان لينير سيستم. مثال من عن النان لينيرتي الفريكشن. المفروض ان انا لو عندي حاجه واقفه، ما عندي بلوك كده وانت عايز تحركه، خلاص طول ما هو واقف في فريكشن فورس. فريكشن فورس القيمه القصوى بتاعتها كام؟ ميو في ان على حسب الرياكشن. طيب القيمه دي اهي، خلاص انت ممكن وانت واقف ما يبقاش فيه فورس خالص، بعد كده تبدا تزق فيبقى فيه ريزيستنس، زق فيبقى فيه ريزيستنس، زق فيبقى فيه ريزيستنس، تمام. وفجاه لما تيجي تتحرك تبقى انت وصلت للماكسيمم فريكشن فورس اهي. لكن احيانا بقى لما تيجي تتحرك بسرعه المقاومه تزيد، لو في مثلا لوبريكنت او حاجه في المكان، مع زياده السرعه بسبب الفيسكوستي تبص تلاقي ريزيستنس فورس بتزيد. فانا قدام حاجه بتتغير فجاه، اولا في تغير مفاجئ في قيمه الفورس، ايه علاقتها بالفيلوستي؟ لا، فجاه حصل تغير، وبعدين رجع تاني بقى ايه، ماشي علاقه لينير اهي بسيطه. طيب جميل، ده كده الفريكشن متعودين عليه. طب انا هسالكم سؤال كده او هقول لكم حاجه، هو احنا دلوقتي لما بيكون عندنا فريكشن قيمه الفريكشن بتساوي كام؟ ميو. هل ميو دي رقم ثابت؟ الحقيقه ان احنا عندنا 2 ميو المفروض نتعامل معاهم، عندنا الايه؟ عندنا الميو ستاتيك وعندنا الميو دايناميك. وبالتالي السيستم بتاعي اول ما هيتحرك الفورس او الفريكشن فورس هتنزل من الميو اس في ان، هتنزل لغايه القيمه اللي هي بتساوي ميو دي ان. فالفريكشن فورس هيبقى عند قيمه فجاه هيهبط، امتى؟ لما ابدا انطلق. طول ما انا في المنطقه اللي هي هنا دي انا واقف،
الفلوسيتي بصفر، بس بعمال ازق ازق احاول احرك. طول ما انت بتحاول بتحرك الفريكشن فورس عماله تعلى لغايه لما توصل للقيمه اللي بيحصل عندها الانهيار، بنقول السيستم على وشك الحرق. ساعتها بتبقى الفورس او الفريكشن فورس ميو اس، اول ما يتحرك هتنزل لميو دي ان، وبعدين ترجع تزيد تاني بزياده السرعه. تمام، ده كمان نظري شويه، هو ما بيحصلش الموضوع بالبساطه دي. اكشوالي هو اللي بيحصل اللي هو اللي هنا ده، ان هو بينزل بس مش فجأة قوي كده. خلاصة الكلام ان ده مش علاقة لينير ما بين الفورس وبين الفلوستي، ما ضربت الفلوستي تزيد الفورس، بمعنى ان لو ضعفت الفلوستي يبقى الفورس هتبقى ضعف، لا ده العلاقة فيها كعبلة جامدة قوي بس او فلويد موجود. تمام، ده مثال. مثال تاني الباكلاش. الباكلاش معناه ايه؟ الباكلاش معناه ان انا عندي حاجه بحركها without response مكافئ، زي ما بيحصل مثلا في الكليرنس الموجود في الحاجه. في حته كده بتلف على الفاضي، يعني تخيل انت لو عندك ترس مثلا، السنه بتاعت الترس اهي اهو، وادي السنه اللي بعدها، والمفروض ان هي دي عامله ايه؟ ميشنج مع مثلا جريده مسننه. الجريدة المسننة جاية كده، اي طيب لو انا اجي الف في الترس ده، ايه العلاقة ما بين ثيتا اللي دي بتلفها الزاوية وبين الديسبلسمنت اكس؟ المفروض ان اكس بتساوي ها الريديوس في ثيتا، ده المفروض. بس اكشوالي كده الاول هيلف حتة على الفاضي وبعدين تبدأ العلاقة دي بقى صح. فاذا لو انا برسم العلاقة كده، المفروض اكس بتساوي ار ثيتا، يعني لو انا برسم اكس مع الثيتا، المفروض ادي اكس وادي ثيتا، العلاقه المفروض تبقى لينير كده، بحيث اني لو دخلت الزاويه الضعف اخد اكس الضعف، يبقى لو ضعفت الثيتا تضاعف الاكس. فلو انا اديت ثيتا ادي واحد ودي باتنين، لو دي بتدي مثلا 10 يبقى دي تدي 20. صح الكلام ده لو مفيش باكلاش. طب لو في باكلاش ايه اللي هيحصل بقى؟ لو في باكلاش معنى الكلام ده انك هتمشي شويه على الفاضي. يعني ايه؟ يعني هتلف مثلا نص ديجري كده ومفيش حاجه حصلت، وانت لسه هنا عمال تتحرك كده على الفاضي. وفين بقى بعد كده؟ تروح طالع. فمثلا كأن بقى الاكس بتاعتك بتساوي ايه؟ في جزء من الثيتا رايح على الفاضي، كأن العلاقة كأنها بقت اكس بتساوي ايه؟ ار في ثيتا ماينس ثيتا باكلاش، اللي هي الزاوية اللي على الفاضي. فإذا هنا لو أنا حطيت ضعف الثيتا مش هحصل على ضعف الاكس، فده كده نان لينير سيستم. فالباكلاش من ضمن الحاجات اللي بتعمل نان لينيرتي في السيستم، بتخلي السيستم مش ماشي بانتظام زي الايه لو ما كانش فيه باكلاش. من ضمن الحاجات برضو الهيستيريسيس. الهيستيريسيس في السيستمز، في السيستم في اللودنج والابلودنج بيدي ريسبونس مختلف. المفروض لو عندي سوسته او عندي الاستيك ممبر بعمل له لودنج، كل ما ازود الفورس يزيد الالونجيشن. حلو، اللي بيحصل ان السيستم ده وانت بتشده هيختلف عن وانت بتريليز.
فانت بتشده مثلا لما توصل ل14 المفروض كان جايب 10%، ولما كنت جايب ماشي كده عند مش عارف 4 مثلا كنت جايب هنا 5، وانت راجع هتلاقيه ماشي على كيرف تاني. يبقى اذا وانت رايح ماشي على كيرف وانت راجع ماشي على كيرف، ده عمل ما يسمى بالهستيريسيس دام. والحقيقه ان الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان بيحصل انرجي لوس، يعني في جزء من الكلام ده هيروح في الفريكشن جوه الماتيريال، وانت بتعمل لها شد وتيجي ترجعها بترجع بستريس اقل، اذا ما بترجعلكش كل الاستريس اللي انت عملته عليها، ما بترجعش كل الانرجي اللي اخذتها. فكان الالاستيك ممبر ده هيحصل فيه انرجي لوس. واتفر بقى ايه هو، طبعا ده بيبقى نتيجه الفريكشن جوه ما بين الجرينز والكلام ده، لكن في الاخر بالنسبه لي ده نوع من انواع النون لينيارتي، حاجه هتخلي لي العلاقه مش لينير. تمام، فده من ضمن الحاجات برضو اللي لازم ناخد بالنا منها في موضوع النون لينيارتي. برضو موضوع الفاريانت تايم فاريانت احنا اتكلمنا عليها، اللي هي لما يكون عندك لو التايم الحاجه انفاريانت معناها ان البارامترز اللي عندي في السيستم كونست ما بتتغيرش، لو البارامترز نفسها فيها تغير بنسميها تايم فاريانت. طبعا احنا في عمليات الموديلنج بالنسبه لنا احنا بنبدا بايه؟ رقم واحد بنبدا الاول نعرف السيستم، لازم اطلع الكومبوننتس واعرفها واختار سمبليفيكيشن ليها مناسب عشان اعرف اعمل له ماثيماتيكال موديل. بعد كده بكتب الموديل بتاعي، احط شويه المعادلات، غالبا ما بتكون الماثيماتيكال موديل ده بيربط ما بين مجموعه من الفيزيكال كوانتس من خلال مجموعه من الديفرنشال ايكويشنز، وده زي ما قلت لكم اللي هيخلينا نروح للابلاس في كتير من التعاملات. هتحاول تسولف الايكويشنز دي بطريقه ما وبعدين تجرب السوليوشن ده. والله السوليوشن ده كان بيحقق الريكويرمنتس وبيحقق اللي انت عايزه اتس اوكي، يبقى الديزاين ده مناسب او البارامترز دي، ما كانش يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اعدل او اعمل ريديزاين للسيستم بشكل يكون اكثر ملائمه يعني. طبعا ده بيتطلب ان انت كديزاينر زي ما انتم عارفين لازم الاول تفهم المشكله، تشوف ايه الحاجات اللي بتاثر فيها، ايه الاسامبشنز اللي ممكن نعملها، ايه التقريبات اللي ممكن نعملها، ايه ال لو انا بكتب معادلات مثلا ميكانيكال لازم اعمل فري بادي دايجرام، لو انا بعمل حاجه هيدروليك لازم اعمل هيدروليك سكيماتيك، لو انا بتكلم على دايره كهربيه هرسمها عشان اعرف ده، وابدا اشوف ايه الديفرنشال ايكويشنز او الايكويشنز اللي بتحكم الفيزيكال كوانتي. الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها حاجات انتوا عارفينها، احنا هنراجعها، قانون نيوتن الثاني انتوا عارفينه، استخدمته كيرشوز لو قبل كده، بس عايزين بقى نطبقه ونعمل انتجريشن ما بين الكلام ده في سيستم على بعض، وبعدين نحاول نسولف الكلام ده ونوصل للديزاين بتاعنا المطلوب. طبعا احنا هنتعرض لسيستمز، ولكن احنا هنركز اكتر على الميكانيكال سيستمز، الالكتريكال مواتير او يعني يمكن احنا مش هنتعرض للالكترونيك سيستمز كتير، يعني حاجات بسيطه في الامبليفايرز والحاجات اللي زي دي. الالكتروميكانيكال، الالكتروميكانيكال مقصود بيها السيستمز اللي فيها ايه؟ اكتر من علاقه ما بين الالكتريكال والميكانيكال، زي الالكتريك موتور مثلا. الالكتريك موتور ده ميكانيكال ولا الكتريك؟ ميكانيكال لانه في حاجه بتلف، الكتريك لانه في كهرباء، فهو في الاثنين. فاحنا هنشوف ازاي نعمل له موديلنج برضه، ازاي نربط ما بين، يعني ازاي تربط ما بين التورك اللي انت بتحطه، الكارنت اللي انت بتدخله او الفولت اللي انت بتحطه، وما بين التورك اللي هيخرج، وما بين السرعه اللي السيستم هيمشي بيها. وهو السرعه دي هتعتمد على الانرشيا بتاعه السيستم برضو، في حاجات مرتبطه ببعضها برضو، الثيرمال سيستم من حيث الهيت ترانسفير، هيدروليك ريزيستنس الموجوده على الفلو، وهكذا. طيب ده مثال مثلا لعمليه الموديلنج. انا عندي، انا ممكن ابسط السيستم ده واقول ان الكانتليفر ده في الاخر عامل ايه؟ عباره عن سوسته، واحسب الاستيفنس بتاعتها، تطلع الاستيفنس مثلا 3 اي اي اوفر ال كيوب، ده الاستيفنس بتاعت الايه؟ بتاع الكانتليفر. فاذا انا ممكن لما اجي احل المساله مش هحط الرسمه دي خالص، انا هشتغل على ده كانه هو ده السيستم. انا بالنسبه لي الكانتليفر ده بيشتغل كايه؟ سوسته. خلاص انا هحط استيفنس واقول الاستيفنس دي قيمتها كذا، فانا
وانا بشتغل في الموديل هشتغل على الموديل الايه اللي يحقق البرفورمانس حتى لو كان شكله مصر. عندك مبنى مثلا او ستراكشر مكون من مجموعه من الادوار وانت واصلهم او رابطهم بمجموعه من الايه من الالاستيك ممبرز اللي هنا. فالالاستيك ممبرز دي ليها ستيفنس، فانا بدل ما احط الكلام ده كده انا هعمل ايه، احطهم مجموعه من الماس بين كل ماس والتانيه سبرينج. يبقى انا مش هبص عليه، مش هرسم ده خالص، انا هرسم ده. ده هو الايه السيستم او الموديل اللي انا هتعامل معاه. ليه؟ اصل ده هيبقى تقريبا بيديسكرايب ده بالظبط او بي within accepted tolerance. عندك عربيه مثلا عايز تعمل لها موديل، العربيه دي مثلا بيحصل لها فايبريشن وهي ماشيه في الطريق. طب العربيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن بادي، والبادي ده اللي هو جسم العربيه متوصل من خلال سوسته ودامبر للجنط او العجله، والعجله متوصله من خلال الطريق ب كاوتشة، وكل فردة كاوتش ليها ستيفنس. فأنا ممكن أبسط العربية على إنها كده. هل ده هو ده؟ لا، أنت تعاملت مع البادي العربية كله كأنه على حتة واحدة، كأنه حتة بليت، واعتبرته إكس وثيتا، يعني بيلف ويوتيت كده بس، يعني معتبر إن في ثيتا كده، إن ده ممكن يلف كده وممكن إيه؟ أتكلم على الفايبريشن دلوقتي. العربية هيدخل بقى الثيتا والاكس ويحط الماس بتاع كل عجله والسوسته بتاعت كل راجل هنا، ضمهم مع بعض. يعني ايه؟ يعني بص على العجل مع بعض وعلى انه قال لك ايه، ده العجل الامامي كله وده العجل او الخلفي وده الامامي. هنا لا، بص لكل عجله لوحدها، كل واحده ليها ستيفنس لوحدها، كل واحده ليها ستيفنس لوحدها. ده ادق، ولكنه هيبقى اعقد لما تيجي تحله. المعادلات هتبقى اكتر، بدل ما انت بتحل عندك اكس وثيتا هيبقى عندك اكس وثيتا وفاي وزد وواي واتيفر، فالمساله بقت ايه؟ معقده اكتر. تمام. طيب احنا هنقف عند الكلام ده النهارده، نكتفي بهذا القدر من الايه من الانترودكتوري ليكتشر. طيب في حد عنده اي اسئلة؟ لو في حد عنده اسئلة يرفع ايده يا ريت عشان نجاوب عليها قبل ما ننهي الميتي. طيب يبقى احنا على ميعادنا ان شاء الله الاسبوع الجاي الساعه 8، وهيبدا معاكم الباشمهندس احمد خلال الايه الاسبوع الجاي ان هو يديكم الايه توتوريالز. وزي ما قلت لكم التوتوريال الاولاني مش هيبقى طبعا، احنا اخذناه النهارده انترودكشن وحاجات بسيطه ممكن تيجي عليها اسئله نظري بسيطه، لكن التوتوريال الاولاني هيكون زي ريفيجن كده بسيطه عن لابلاس. ايوه اتفضل يا احمد. لو سمحت يا دكتور، هو في الميعاد المحاضرات هيكون كل اسبوع 8 ونص ولا هيبقى اسبوع 8؟ لا 8 8. اصل هو في الجدول في اول محاضره مره ومره، مش هنعتمد الكلام ده ونمشي احنا عادي بنظام اللي هو 8 كل اسبوع. لا هم عشان ما عندهم، احنا هنشتغل 3 ساعات، يعني هو المفروض ان احنا ناخد 3 سلوتس بس، هم في الجدول يعني ايه حاطينه ساعتين كل اسبوع وساعتين اسبوع واسبوع. اه لا احنا هناخد 3 ساعات كل اسبوع وخلاص، مش بقاش فيه يعني اسبوع اربع ساعات واسبوع ساعتين، مش هيبقى لها معنى يعني. فانا هنشتغل كل اسبوع 3 ساعات، هنشتغل الساعه 8 ونخلص الساعه 11. تمام شكرا يا دكتور. او يعني 11 ل 10 بالبريكس وكده. اتفضل. طيب يبقى احنا على ميعادنا ان شاء الله. انا هقفل الميتنج، يا ريت الناس اللي
اللي دخلوا الميتنج باللينك يعني ما كانوش اصلا assigned في الجروب يبعتوا اسميهم بالاي دي نمبر بتاعهم للمندوب عشان يجمعهم ويبعتهم لي عشان بس نعرف الناس دي انهم معانا عشان يبقوا دايما في النيم ليست اللي معايا يعني. تمام، يلا التوفيق ان شاء الله. سلام عليكم.